مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نستكمل معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. طبعا زي ما اتكلمنا مع حضراتكم انه النهارده هي الجوله الثانيه واليوم الثاني لمرحله الاعاده لانتخابات مجلس الشيوخ. النهارده خلاص اليوم الثاني والاخير، وعشان كده كاميرا صباح الخير يا مصر وعيون صباح الخير يا مصر هتكون موجوده مع حضراتكم، وهتنقل لكم من محافظات مختلفه. هيكون معانا مراسلنا اللي موجودين مع حضراتكم من محافظات مختلفه، هيكون معانا في بث مباشر سالي سالم من القليوبيه، وجرمين ابراهيم من الجيزه، محمود جميل من كفر الشيخ، واحمد الحسيني من دمياط. صباح الخير عليكم جميعا، وخليني ابدا بسالي سالم. سالي قولي لنا الاجواء عامله عندك ازاي في القليوبيه؟ خير عليك جمانة وعلى مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. بالفعل احنا بنتابع اليوم الثاني لانتخابات جولة الإعادة مجلس الشيوخ 2020. فتحت أبواب اللجان في تمام التاسعة بعد وصول قاضي هذه اللجنة تحديدا التي نتواجد بها بمحافظة القليوبية. فتحت في تمام التاسعة بوصول الهيئة المعاونة وقاضي هذه اللجنة. يعني أمس رصدنا اليوم الأول لهذه الانتخابات بإجراءات احترازية تصدرت المشهد على كافة أنحاء هذه المحافظة والتي بها كتلة صوتية كبيرة، حيث يتجاوز عدد سكانها 4 ملايين مواطن، وعدد لجان هذه المحافظة في 7 مراكز التابعة لها 889 لجنة فرعية ب 532 مقر انتخابي عام. لو تحدثنا عن الجولات التي تقوم بها الجهات الأمنية، فجولات أمنية مكثفة على كافة أنحاء هذه المحافظة، فضلا عن جولة لمحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان لتفقد اللجان والاطمئنان على مدى جاهزية هذه اللجان. يعني كبار السن والسيدات تصدروا المشهد يوم أمس، وأيضا بعد فتح اللجان وجدنا بعض من كبار السن يتواجدون في هذه اللجنة تحديدا للإدلاء بأصواتهم. لو تحدثنا عن الإجراءات، فالإجراءات لا تأخذ أكثر من دقيقة واحدة لإدلاء المواطن بصوته في هذه الانتخابات. وبعد فتح اللجنة طبعا القاضي اطمأن على سلامة الأقفال البلاستيكية التي كانت متواجدة وتم غلق بها صناديق الاقتراع يوم أمس، تأكد من الأرقام المتواجدة على الأقفال البلاستيكية وتطابقها مع المحضر المحرر يوم أمس قبل إغلاق الصناديق. هذا هو المشهد لدينا، ونتابع خلال هذا اليوم الثاني للتفاصيل الخاصة باليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.